السلام عليكم. تجنيد الاحتياط في الجيش الجزائري، وهذا ما جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بحيث فحوى مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع الوطني لما يحمله من رؤية استشرافية لحماية المصالح العليا للوطن، إمكانية تجنيد العسكريين الاحتياطيين والاستعانة بهم في كل الظروف. طبعا هذا ما جاء به قانون المالية التكميلي، أي أنه يمكن تجنيد الاحتياطيين أو من سبق له أن أدى الخدمة الوطنية، يمكن أن يتم تجنيده مجددا إذا اقتضت الظروف، أي أن هناك تطورات على الساحة الدولية. والسلام عليكم ورحمة الله.